السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما ناقصكم خير بإذن الله. رجاءً إلى أول مرة كتشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشجعوا القناة باللايكات ديالكم وبالتعاليق الجميلة بحالكم، وبارطاجيو الفيديو مع أهلكم وصحابكم. الخبر ديال اليوم غادي نقلو لكم مباشرة من مدينة سطات، واقعة خطيرة اللي وقعت البارحة واللي كانوا ضحيتها 7 ديال التلاميذ اللي ما داروا حتى شي ذنب في حياتهم، اللي تعرض لهم واحد الشخص مقرقب وتكرفس عليهم بواسطة السلاح الأبيض. خليكم أخوتي مع الخبر. اهتزت منطقة ولاد سعيد نواحي مدينة سطات يوم الأربعاء 15 دجنبر على وقع جريمة اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف جانح من أبناء الدوار على 7 تلاميذ أمام مؤسسة تعليمية بنفس المنطقة. وأفاد آباء وأقارب التلاميذ 7 ضحايا هذا الاعتداء أن المعتدي قدم إلى محيط المؤسسة التعليمية صباح اليوم الأربعاء حيث مكان الواقعة، واستل سلاحه الأبيض موجها طعنات غادرة إلى كل تلميذ مر أمامه متجها نحو المؤسسة المذكورة. وأكد المتحدثون في تصريحات صحفية أمام مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات أن نفس الشخص المعتدي اقتحم أحد منازل الدوار وحاول اغتصاب طفلة في العاشر من عمرها قبل أن يداهمه أهل القاصر ويطاردوه، مشيرين إلى أن الجاني قبل ضبطه ومطاردته من داخل منزل القاصر التي حاول اغتصابها تسبب لثلاثة منهم في جروح متفاوتة الخطورة، ومنهم جد الطفلة الذي ظهر في الفيديو وعليه علامات جرح بليغ في يده اليسرى، وهو ما دفعه حسب تصريحات أقارب الطفلة إلى الإقدام صباح اليوم إلى اعتراض سبيل التلاميذ وطعنهم في مناطق مختلفة من جسدهم قبل الفرار إلى وجهة مجهولة. وهو الذي أكدت الساكنة أنه لا يعاني من اضطرابات عقلية وإنما له سوابق عدلية مختلفة. وأفادت مصادر إعلامية محلية متطابقة أن المعتدي تم اعتقاله بعد قيام مصالح الدرك بحملة تمشيطية واسعة في المنطقة بعد علمها بالواقعة، حيث تمت إحالته على التحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة. إذن كما سمعتوا أخوتي، هذا خبر خطير جدا من نواحي مدينة سطات. هذا الشخص هذا اللي ما كيعانيش من اضطرابات عقلية، ماشي حمق وماشي حتى شي حاجة، هذا شخص كيتناول المخدرات، كيتقرقب، كينوض، كيتكرفص على عباد الله. غير بأيام قبل مشى دخل على واحد القاصر فتاة صغيرة، دخل تل دارهم باش يعني تكرفص عليها أو لا يغتصبها، لولا الألطاف الإلهية أن الأهل ديالها يعني عتقوها، وفي ديك المحاولة ديالتهم باش أنهم يعني يجريوا من موراه ويشدوه، فتصابوا ثلاثة من هاد الناس هادو بجروح خطيرة جدا بواسطة السلاح الأبيض. يعني تعدى عليهم، علاش؟ لأنهم كانوا كيدافعوا على ديك البنيتة الصغيرة. وباش ينتقم من هاد الشي كامل فمشى اتجه لهذيك المدرسة الابتدائية البارحة وبدا كيشرمل تما في التلامذ الصغار ديال الابتدائي. يعني هذا دار الجريمة الأولى قبل بأيام وما تشدش، بقى في حالة فرار، ومشى البارح حتى قدام المدرسة ديال الوليدات الصغار ديال الابتدائي اللي بان ليه كيضربوا بالموس، اللي بان ليه وتصابوا فعلا واحد المجموعة ديال التلامذ مساكن صغار كانوا غادي للمدرسة، وتصابوا كذلك بعض من الأهالي ديالهم. اللي قريت في واحد الخبر تاني أنه واحد الأب اللي يعني في الربعينيات من العمر، واحد الشخص آخر اللي في العشرينيات من العمر حتى هو كان غادي مع الأخ ولا الإبن ديالو. هذا الشيء خطير جدا، باش أنه تتسمع ناس أبرياء ما داروا والو في حياتهم، كيجي واحد كيتعدى عليهم غير هكاك لله في سبيل الله. والمشكل هنا أنها فيها أطفال، القضية فيها أطفال قاصرين، فمني كتسمع أنه بأيام حاول يغتصب درية صغيرة في دارهم، والغد ليه مشى قدام المدرسة ديال الابتدائي وكيتكرفس على الدراري الصغار ديال الابتدائي. يعني هذا يعني حقار، هذا حقار، هذا حشيشي،
حجار كيضرب الطاسه ولا كيشم الغبره ولا كيضرب القرقوبي، ملي كيتبوق كيبانوا ليه الدراري الصغار كيبغي يتكرفص عليهم. كاينه شي حقره اكثر من هذه اخوتي؟ فكنطالبوا بان هذا الشخص هذا تنزل عليه اقصى العقوبات وما يترحمش بصفه نهائيه، لانه الا خدا حكم مخفف غادي يخرج وغيكمل على المسيره الاجراميه ديالو. من جهه ثانيه غنقل لكم واحد الخبر اخر اللي هو مماثل لهذا الخبر الاول، وهاد المره غيكون من شتوكة ايتباها. والخبر كيقول على انه عاشت جماعه اي تعميره باقليم شتوكة ايتباها جهه سوس ماسة نهار 3/14 دجنبر حاله من الرعب والفوضى تسبب فيها جانح قيل انه كان تحت تاثير تعاطيه لكميه من المخدرات، ما جعله يثور في وجه المواطنين والسلطات بسلاح ابيض كان بحوزته. واظهر شريط فيديو الجانح وهو يحمل سلاحه الابيض ويقوم بضرب عدد من المواطنين، كما هاجم عددا من المخزنيه ورجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان لمحاوله القبض عليه. واكد مصدر محلي ان الشاب كان تحت تاثير المخدرات القرقوبي وخرج للشارع العام في حاله هيجان حاملا معه سيفا ويهاجم به كل من اقترب منه بدوار الحمر بأي تعميرة. واستغرب الناس من طريقة تدخل عنصرين من القوات المساعدة بطريقة لا تتناسب مع حجم الخطر، حيث استعملوا العصي فقط لتحييد الخطر الذي كان محدقا بالمواطنين، متسائلين عن سبب عدم تزويد هؤلاء العناصر بأسلحة أكثر تطورا للتعامل مع مثل هذه الحالات والوضعيات الشادة. من جهة أخرى، هذا الدوار الذي شهد الواقعة يعتبر منطقة سوداء لترويج مختلف الممنوعات ويعيش تسيبا وانفلاتا أمنيا غير مسبوق حسب تصاريح الساكنة. إذا هذا الخبر كما سمعتوا دابا من شتوكة ايتباها نواحي مدينة أكادير، هذا واحد الشخص اللي كيتقرقب تقرقب مزيان، خرج للشارع العام بالسلاح الأبيض بالسيف ديالو اللي بان ليه كيشرملو، اللي بان ليه وشرمل حتى راسو، حيت هنايا عندي قدامي الفيديو ديال هذا الشخص هذا وهو كيتهجم على الناس. ما نقدرش نحط لكم اخوتي الفيديو لانه فيه الدم وفيه يعني العنف بزاف، ما نقدرش نديرو هنا في اليوتيوب غيضربوا لي الفيديو. فهذا الشخص اخوتي كيبان ليا التيشيرت ديالو كله مقطع وكله هو براسو دمايات، يعني كيشرمل في عباد الله وكيشرمل حتى راسو، حتى راسو كياديه بداك السيف. وكيبان لك الناس كلشي كيحاول من جهته باش انه يمنع هذا الشخص ولا يحبسوه، ولكن ما قدر حتى شي واحد يحبسو. بانوا ليا هنايا كذلك في الفيديو رجال الدرك والمخازنيه اللي كيحاولوا يحبسوا هذا الشخص بالزراوط. اش غادي دير زرواطه قدام سيف اخوتي؟ يعني هاد رجال الامن راه هما براسهم، هاد الشخص راه كيشكل عليهم خطر. هاد الناس خصهم اسلحه، خصهم شي حاجه متطوره باش يحصنوا راسهم وباش يستطيعوا انهم يشدوا، لان واحد اللي واكل القرقوبي يعني معرقها قرقوبي وهز معاه سيف راه حتى شي حاجه ما غتشدو، حتى حاجه ما غتحبسو الا السلاح الناري، الا القرطاس. القرطاس هو اللي غيحبس هاد الشمكار هذا، هاد المقرقب. اما باش يجي مخزني مسكين بالعصيه ديالو ويبغي يحبس واحد بالسيف، راه المخزني راه غادي طير ليه شي يد ولا طير ليه شي رجل ولا يخشي فيه الجنويه في كرشو. يعني خاص حتى هاد رجال الامن المساكن حتى هما براسهم خاص يكون عندهم شي ادوات متطوره باش يحميو راسهم. اذا كما قلت هنا في الفيديو، فالحل الوحيد باش يتحبس هاد الشخص ولا اشخاص اللي بحالو اللي كيهزوا السلاح الابيض من حجم السيف، الحل هو القرطاس اخوتي، اي تيري فيه في الرجل ديالو ولا في اليد ديالو باش يتكال ما يتصنط لعظامو. اما بحال هكا واحد مقرقب مزيان وهز معاه سيف، كما قلت لكم راه حتى حاجه ما غادا تحبسو. بحال هاد الحتالات هادو وجه الشر وجه العذاب وجه الحبس، خاص السلطات انها تستعمل معاهم السلاح الناري. ماشي زعما قلنا حنا يقتلوا يضربوا في الراس ولا في القلب، يضربوا غير للرجل ولا اليد باش يحبسوا باش يتكالما، باش هكا بهالطريقه كيسهل على السلطات انهم يتحكموا فيه ويعتقلوه.
من جهة أخرى، علاش دائما أخوتي منين كنسمعوا باعتداء جسدي أو لا بواحد الجريمة كيف ما كان النوع ديالها، تنقراو في المقالة نفس السيناريو كيتعاود. الجاني يا إما كيكون مريض نفسي أو كيكون في حالة هستيرية أو لا من ذوي السوابق المبحوث عنهم. علاش زعما ما يدارش حل لهاد الناس هادو قبل ما توقع الواقعة؟ راه الدور كيكون معروفين الاشخاص اللي كيتقرقبوا والاشخاص اللي كيديروا المشاكل واللي كينوضوا كيعربطوا في الزناقي، يعني كيكونوا باينين المقدم غير هو براسو راه كيعرفهم واحد بواحد. علاش هاد الناس هادو ما يدار لهمش حل قبل ما توقع الجريمه؟ اللي حمق يديه للسبيطار د الحماق يتعالج، اللي عنده السوابق ودار واحد الجريمه فيتحكم باشد العقوبات الصارمه باش ما يعاودش مره اخرى عاوتاني يعاود الجريمه باش يتردع هو والشاكله ديالو. ولا تحكم بغيناهم ماشي يدخلوا للحبس، لا بغيناهم يتحكموا بالاعمال الشاقه، يهز العتله ويهز الفاس ويديوه لشي صحراء يهرس الحجر ولا يبنيو بهم الطرقان ويضرب مع راساتو تماره باش يحس بتانيب الضمير ويحس بالعذاب الشديد باش مره اخرى يحرم انه يتكرفص على عباد الله. حيت السجون بالنسبه لهم هاد الشاكله ديال هاد الشرذمة هاد المجرمين، السجون بالنسبة لهم ولات واحد الفنادق ديال 5 نجوم، الماكلة كتجيك حتى لعندهم، التليفون نعم سيدي والدوش والتلفازة. وهذا واش بغيتي هذا يتردع؟ ما عمرو ما يتردع، بالعكس راه كيرتكب الجريمة باش يرجع للحبس. كيقول لك انا ما عندي فين نمشي، اللهم نرتكب الجريمة باش يرجعوني للحبس باش نكون تما واكل شارب واكل تيتينيني ناعس بخير وعلى خير. لا خوتي حنا ما بغيناهمش يديوهم للحبس، بغينا بحال هاد النوعيه ديال هاد المجرمين هاد الشرذمه ديال المقرقبين خصهم يديوهم اخوتي للصحراء ولا يبنيو بهم الطرقان باش يتكرفصوا مزيان ويضربوا تماره باش يحرموا مازال يتكرفصوا على المواطنين الابرياء ما داروا حتى شي حاجه حتى شي ذنب في حياتهم. اما السجون كما قلت لكم راه ولات بالنسبه لهم واحد الفنادق اللي كيدوزوا فيها العطله وكيربيو فيها الكتاف ويربيو فيها الحنوك والكروشه وكيخرجوا يتكرفصوا على بنات عباد الله وعلى ولاد الناس. اذا اخوتي خليوا لي التعاليق ديالكم وقولوا لي شنو رايكم في هذا الشيء اللي كنسمعوا. والله الا راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه ما بقى ما يعجب اخوتي، لا حول ولا قوه الا بالله. مع السلامه اخوتي.